موجود بال نذكر مكانه جون جوريس. في جون جوريس لا يستجيب لأدنى الشروط الصحية، لا يستجيب لأدنى الشروط الصحية، ما تتوفرش فيه لا أدوات عمل لا ظروف عمل صحية، ظروف سيئة جدا. تم حجز العديد من أدوات العمل والخضر والواحد لعدم استجابتها للظروف الصحية. أكهب تصورهم هذو. كلا مدام ايش هون؟ مدام ايش كلا؟ هذه الهريسة، هذه الهريسة تم معناها إتلافها على عين المكان. أي مدام؟ يعني خليني الحزين بتروك علينا ما نشمش هكذا. كيف تكلم؟ أنت صورتم أدوات العمل، أنت كنت عملوا بالتاريخي أدوات عمل قديمة برشا، ظروف عمل زادة سيئة جدا. معناها إتلاف الهريسة، هذه الهريسة هي كفاية المواطن التونسي. هذه الهريسة هي كفاية المواطن التونسي، تم إتلافها. شوف كيفاش كانت خامرة قبل. بل أي خامرة. 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 وي محمد راجك في جريداي لحظة نمشي هكا. باهي يقف غادي كان يجي تكاي. لحظة خرج من شون جوريس. صديقي شنو هي قيمة المحشوز؟ زي فيسع فيسع فيسع. هو حجزنا الفلفل هذايا والطماطم فهمني في حالة صحية رديئة جدا. فهمني وكيف كيف يقليو في الطماطم. يقليو فيها. معناها عبارة زيت تاكرها هذا. ايه اكثر من تاكرها هذاك طعمها تسعين ما عادش فيه. ما عادش فيه. ما عادش فيه.